إلى متى يا ناشطين الفيسبوك سيظل الصمت على السفيه والحقير هذا والدنيء؟ سفيه اليمن وحقيرها ودنيئها في روسيا، السفير اليمني الوحيشي. إلى متى سيظل الصمت منا جميعا على ما يجري لإخواننا الطلاب والضباط داخل روسيا من هذا الحقير والدنيء وإهانته لهم وتعذيبه وجلدهم بالقوات الروسية وبالعسكر الروسيين وسجنهم وداخل السجون بالعشرات؟ إلى متى يا حكومة الدنق، يا حكومة الملز، إلى متى سيظل الصمت على هذا العار اللي معكم هناك؟ إلى متى يا شباب؟ كلنا جميعا بنظل صامتين على هذا الحقير وهو يهينهم ويسيء معاملتهم ويعذبهم ويأكل حقوقهم. إذا لم تقوم حملة عليه مثل ما قامت حملة على عبد الله السباعي وشلته يعني السفاحين في صنعاء، فوالله لا تعدونا رجال. لأن الرجل هذا والحقير هذا مش رجل، الحقير هذا إجرامه يوازي إجرام عبد الله السباعي وشلة المجرمين اللي قاموا بتعذيب عبد الله الأغبري. لكن هم عملوها في فرد، وهذا بيعملها في عشرات اليمنيين، وسكوتنا هذا يدل على الرضا وعلى المذلة. كل واحد ينزل، كل واحد ينزل منشور، كل واحد يتكلم، كل واحد ينشر، كل واحد يشارك. هينوه، اكسروا ناموس ابوه لانه مكسور ناموس. هذا لا ما يمشوش الا بدعس، ما يمشوش الا بدعس هم، واذا رخيت رجلك عليه فلت. كلهم او معظمهم، لا نظلمش الكل، نطالب كل الناشطين بدل الفقعشه في مواضيع ما لها داعي، ادخلوا انقفوا ابوه الاسابع جد. كل واحد ينزل مقطع، خوفهم من الفيسبوك اكثر من خوفه من الله. كل واحد يطلع فضايح من عنده، كل واحد يدخل ينقفه. عيب سكوتنا في حق اخواننا الطلاب هناك، والله العظيم انها عيب اسود في وجهنا. كلنا ساكتين والناس هناك والطلاب هناك يهانون ويضربون ويجلدون ويسجنون على يده، وحقوقهم تؤكل فوق هذا، يعني بياكل حقهم ويزيد يسجنهم. من المخزي والمعيب ان احنا نسكت احنا، اما بالنسبه للحكومه حكومه الملز فما عاد تمشي الا مثل حمار بضرب. لازم تلطيش علشان يقوموا علشان يصحوا. لهم 4 شهور شكلوا حكومه، 4 شهور. امريكا اكبر واعظم دوله في العالم، الان بيحصل فيها تغيير حكومه وفي خلال يومين وتمت الانتخابات وتشكيل الحكومة في خلال يوم، والجماعة جالسين يتضاربوا لأنه ما بيتضاربوش على هم أو ما بيناقشوش كيف يصلحوا حكومة تخدم الناس، لا هم بيتضاربوا على المسؤول، على من يوقع مسؤول علشان ينهب الناس. السفير هذا الحقير هذا قد كان متقاعد وردوه لأنهم عارفين أنه سارق ومحترف. الوحيشي هذا قد كان متقاعد. نطلب من الجميع عدم السكوت، والله العظيم انه عارف في حقنا كلنا على ما يحصل لهم هناك. اقسم لكم بالله العظيم انهم لا يسحبوا في الشوارع باوامر منه، هو سرقهم وزاد سجنهم، يعني شحات وفيد الصميل. نتمنى من الجميع المشاركه ونصره اخواننا في الطلاب في روسيا وفي الهند وفي كل مكان، وكلهم مجعجعين، لكن اللي في روسيا قد تعدت كل الخيوط، قد تعدت كل الحواجز.